السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معكم دكتورة رضوى سعيد. إن شاء الله النهاردة كنا عايزين نتكلم عن موضوع مهم، وهو الـ GIT أو الـ Gastrointestinal Disorders. الموضوع بإذن الله النهاردة هيكون موضوع مهم جدا، لأن هنتكلم عن أهم أمراض بتصيب الجهاز الهضمي. ودي طبعا معلومات مهمة، لأنه غالبا إحنا أي حد واقف في صيدلية أو في حياتنا العامة بنواجه دايما الأمراض الخاصة بالجهاز الهضمي. الموضوع طبعا كبير، بس احنا هنا ان شاء الله بإذن الله هنلخصه لكم في حوالي 5 ورقات، فان شاء الله 5 ورقات تلمين ال10 أمراض بإذن الله. فالمعلومات بإذن الله هتكون مركزة، بس بإذن الله هتكون وافية للموضوع. حضرتك بإذن الله المفروض بعد ما تخلص المحاضرة هتكون الدنيا الحمد لله اتلمت معاك. تمام. هنقول بقى بس في الأول كده نبقى فاهمين الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي زي ما كلنا عارفين هو بيتكون من الفم، البلعوم، المريء، وبعدين المعدة. والمعدة دي كلنا عارفين إن هي المكان بتاع الهضم اللي بيكون موجود فيها الحمض المسؤول عن هضم الطعام اللي احنا بنتناوله. تمام. وبعد كده بيكون فيه في الجهاز الهضمي الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة. تمام كده. طيب احنا النهارده هنتناول باذن الله ايه في الموضوع بتاعنا. هنتناول 10 امراض زي ما قلنا. اول حاجه الجاسترو اسوفيجيال ريفلكس ديزيز. والجاسترو اسوفيجيال ريفلكس ديزيز بيعرف ايضا باسم الجيرد، اختصارا للاسم بتاعه. تمام. تاني مرض ان شاء الله هيكون البيبتيك ألسر ديزيز. والتالت الانفلاماتوري باول ديزيز. الانتيريو هيباتيك سيركليشن رابع حاجه. وخامس مرض هي الكومبليكيشنز اوف ليفر ديزيز. وسادس مرض هيكون الفيرال هيباتيتس. سابع مرض النوزيا اند فوميتنج. تامن مرض هو الدايريا. والتاسع الكونستيبيشن. وعاشر مرض هو الاريتابل باول سيندروم. طيب نرجع بقى لاول حاجه زي ما اتفقنا، هي ايه؟ الجاسترو اسوفيجيال ريفلكس ديزيز، المعروف زي ما قلنا بالجيرد. طيب هنا هيكون عندنا 3 عناوين فرعية عايزين نكون مستوعبينهم كويس. أول حاجة إيه هو الديفينيشن؟ إيه هو الجرد ده؟ تاني عنوان فرعي الريجوليشن أوف جاستريك فانكشن. وتالت عنوان فرعي هو التريتمنت. طيب لو إحنا هنتكلم في أول عنوان فرعي هو الديفينيشن، يعني إيه جرد؟ هنا مكتوب إن الجرد هو الريفلكس أوف جاستريك كونتنت إنتو ذا إسوفيجس. يعني إيه؟ ريفلكس يعني خروج الجاستريك كونتنت اللي هي محتويات المعدة. جاستريك دي كلمة معناها الاستومك ومعناها المعدة. تمام. فايه الكونتنت اللي بتبقى موجودة في المعدة؟ ايه محتويات المعدة؟ زي ما قلنا قبل كده هو الحمض اللي احنا الجسم بيستخدمه علشان يهضم الاكل. تمام. فهنا الجرد ان الحمض اللي ربنا خلقه لنا في المعده ده اللي مكانه المعده بيحصل له ريفلكس، يعني بيخرج من المعده يروح فين؟ يروح الاسوفجس اللي هو المريء، اللي احنا واحنا بنقول في الجهاز الهضمي قلنا ان هو الحاجه اللي بتيجي على طول قبل المريء. تمام. طيب ايه اللي بيخلي الحمض ده اللي هو الهيدروكلوريك اسيد اللي هو ال HCl ايه اللي بيخليه يخرج من المعده ويروح المريء؟ في سببين. اول سبب انه الجاستريك سكريشن يزيد قوي في المعده فيبتدي يطلع من المعده يروح على المريء. وتاني سبب انه في بعض الادويه لما الواحد بياخدها زي مثلا الاملوديبين بتعمل ريلاكسيشن او دايليشن، يعني بترخي الصمام اللي هو الاسوفيجيال سفنكتر اللي موجود ما بين المعده والمريء. والصمام ده يا جماعه المفروض ان هو وان واي، بمعنى انه بيعدي الاكل من فوق لتحت من المريء للمعدة. لكن المشكلة بتحصل لما بيحصل ارتخاء فيه، انه الحاجة بتطلع من المعدة على المريء، الحمض يطلع من المعدة للمريء. طبعا المريء مش مؤهل ان هو يكون موجود في الحمض ده، فللأسف ممكن يحصل إيروجين، يعني تآكل والتهاب، وممكن يوصل لمرحلة بليدنج يعني نزيف في المريء. تمام كده. طيب ايه السيمتومز او الاعراض اللي انا لما بشوف المريض ده بيشتكي منها بقول المريض ده غالبا عنده جيرد؟ اول حاجه الهارت بيرن، بمعنى حرقان في فم المعده، او يحصل اسيدك تيست في الماوث، يعني المريض بيحس ان في طعم حامض في بقه. تمام كده. طيب اي مريض عنده هارت بيرن المريض ده بيكون عنده جيرد؟ لا طبعا.
في بعض الأدوية أنا لازم أتأكد في الأول إن المريض ما بياخدهاش، لأنه لو المريض بياخد الأدوية دي برضو كسايد إفكت، يعني كأثر غير مرغوب فيه للدواء ده، أو أثر أنا مش عامل حسابه للدواء ده، بيكون برضو هارت بيرن. إزاي يعني؟ يعني لو واحد مثلا بياخد أنتي بايوتكس ممكن تعمل له حرقان في فم معدته، لو بياخد ايرن سبلمنتس يعني أدوية فيها حديد زي مثلا مريض أنيميا بياخد أدوية حديد، تمام، ممكن تعمل له حرقان في معدته، لو بياخد كينيدين، ومن اشهر كمان الحاجات البين ريليفرز اللي هي النون سترويدالز انتي انفلاماتوري دراجز، اللي هي النون سترويدال يعني الادويه المسكنات اللي زي الديكلوفيناك الايبوبروفين، دي من اهم الادويه اللي احنا بنقول عليها بين ريليفر، يعني بتقلل الالم وفي نفس الوقت ممكن تعمل لي مشكله حرقان فم المعده. طب ايه الادويه كمان؟ البوتاسيوم سبلمنتس اللي هي زي البوتاسيوم كلورايد، ادويه بتحتوي على البوتاسيوم. يبقى انا كده عرفت ان في ادويه تانية لما المريض بياخدها ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل حرقان برضو في فم المعده. طيب حلو قوي، يبقى انا كده لما المريض يجي لي ويكون عنده حرقان في فم معدته انا ما استعجلش واقول على طول ده عنده جيرد، لا انا ممكن يكون عنده بياخد ادويه تانية، فلازم انا اسال المريض الاول اذا كان بياخد ادويه من الادويه دي في الاول ولا لا. تمام كده. طيب ايه الاهم السيمتومز اللي انا لما اشوفها تبقى دي بالنسبه لي الارم، يعني دي حاجه مؤشر كده خطر، لا انا لازم اتدخل باندوسكوب او اعمل منظار للمريض ده. الديسفاجيا يعني يبقى في عسر في البلع، المريض مش قادر يبلع. الاندوفاجيا يعني الم المريض وهو بيبلع، لا في الم وهو بيبلع. البليدنج يعني في نزيف. كمان الويتلوس يعني المريض مش قادر ياكل فعمال يخس يخس يخس. التشوكينج يعني حاسس بخنقه. التشيست بين يعني في الم في صدره. الحاجات دي لو انا شفتها في مريض على طول لازم اتدخل بان انا اعمل اندوسكوب او منظار عشان اتاكد اشوف الحاله وصلت لحد فين. يبقى احنا كده اتكلمنا في الجيرد عن اول حاجه، اول عنوان فرع معانا هو قلنا ايه الديفينيشن، يعني ايه جيرد اصلا، ان هو زياده في الحمض اللي موجود في المعده بالتالي بيخرج للمريء، وقلنا ايه سببه، قلنا ان سببه يا اما بيحصل زياده في السكريشن افراز الحمض نفسه اللي موجود في المعده، يا اما انه بيحصل ارتخاء في الاسوفجيه السفنكتر اللي هو الصمام اللي بين المريء وبين المعده، وبالتالي بيخرج الاسيد للمريء. وقلنا ان اشهر الحاجات اللي بتعمل الموضوع ده هو دواء الاملوديبين. كمان قلنا ايه اهم السيمتومز اللي بتميز الجيرد، قلنا الهارت بيرن اللي هو حرقان فم المعده، وقلنا ان بيبقى فيه طعم حامض اسيدك تيست في الفم الماوث، وقلنا ان في ادويه تانية ممكن تسبب الهارت بيرن ده، فانا ما اتسرعش اول ما اشوف مريض عنده حرقان في فم معدته واقول ان عنده جيرد، وايه ونشوف الاول ممكن يكون بياخد ادويه تانية زي الايرن سبلمنتس زي الانتيبيوتكس زي البوتاسيوم سبلمنتس زي البين ريليفرز، وقلنا ان اشهر حاجه فيهم هي النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز. طيب تعالوا ندخل على تاني عنوان فرعي هنا وهو الريجوليشن اوف جاستريك فانكشن. يعني ايه احنا عايزين نفهم ايه في الموضوع ده؟ احنا عايزين نفهم انه زي ما قلنا ان المعده جزء من الجهاز الهضمي، وان المعده بيكون موجود فيها زي ما اتفقنا الاسيد، وربنا خلق لنا الاسيد ده ليه؟ عشان خاطر هو بيهضم الاكل اللي احنا بناكله. طيب مرحلة الهضم دي بالنسبة لو اتكلمنا من ناحية الأسيد سكريشن فهي بتمر بثلاث مراحل، في مرحلتين فيهم بيزيد قوي إفراز الأسيد، وفي مرحلة تانية إفراز الأسيد بيقل. المرحلتين اللي بيزيد فيهم إفراز الأسيد هي أول مرحلة اسمها السيفاليك فيز، والسيفاليك فيز بيكون فيها المعدة بتستعد بإفراز الأسيد عشان عارفة أن الأكل جاي لها، فبتبتدي تفرز 30% من كمية الأسيد اللي بتتفرز في كل الوقت اللي بيحصل فيه عملية الهضم، لأن المعدة زي ما اتفقنا إيه بتستعد أن في أكل جاي لها. طيب الأكل وصل خلاص المعدة، يبقى دي مرحلة الجاستريك فيز، وزي ما قلنا قبل كده كلمة جاستريك يعني معدة، تمام، يعني الأكل وصل المعدة. في الحالة دي بيفرز أكبر كمية من الأسيد لأنه خلاص المعدة هنا خلاص بتهضم بقى، فبيفرز من حوالي من 50-60% من الجاستريك سكريشن اللي بيتفرز أثناء عملية الهضم كلها. يبقى احنا كده عرفنا أن أول مرحلتين هما السيفاليك فيز والجاستريك فيز، دول المراحل اللي بيزيد فيهم إفراز الحمض في عملية الهضم. طب في مرحلة تالتة، بس المرحلة دي هي المرحلة اللي بيقل فيها إفراز الأسيد،
المرحلة دي اسمها ايه؟ اسمها الانتستينال فيز. يعني ايه انتستينال؟ يعني جاية من كلمة امعاء، يعني الاكل طلع خلاص من المعدة اتهضم، بقى اسمه قايم. اسمه قايم، قايم يعني اكل مهضوم خلاص طلع من المعدة اتهضم خلاص ونزل على الامعاء. ففي الحالة دي هل المعدة محتاجة ان هي تفرز اسيد؟ اكيد مش محتاجة، خلاص احنا هضمنا الاكل. ففي الحالة دي بيفرز في المعدة حوالي من 5 ل 10% بس من انتاج الاسيد كله. يبقى انا اهم معلومة عندي لازم اعرفها في الريجليشن اوف جاستريك فانكشن، ايه هي المرحلتين اللي الاسيد فيهم بيتم افرازه بكميات عالية جدا وبيزيد افرازه؟ هي مرحلة السيفاليك والجاستريك فيز. طب ايه المراحل اللي بيقل فيها انتاج الاسيد؟ هي مرحلة الانتستينال فيز. يبقى احنا كده اتكلمنا في اول مرض عندي هو الجيرد، واتكلمنا فيه في اول عنوان فرعي هو الديفينيشن، وتاني عنوان فرعي هو الريجليشن اوف جاستريك فانكشن. طيب تعالوا بقى نتكلم في تالت عنوان فرعي معايا وهو التريتمنت بتاع موضوع الجيرد. طيب التريتمنت، احنا ندخل في التريتمنت على طول؟ لا معلش، في الاول لازم ابقى مفهم المريض. لو انا جالي مريض وعارف ان عنده جيرد وهيتعالج منه، لازم افهمه كم نقطه الاول للامانه كصيدلي، ان هو لازم يكون فاهم ان هو ما ينفعش ابدا يتناول اي كحوليات. ليه؟ لان الكحوليات هتسوء حاله المريض ده. ما ينفعش ياخد اي حاجه فيها كافيين، زي الشوكليت، زي القهوة، زي الشاي، دي من الحاجات اللي هتتعبه برضه وهتسوي الحالة بتاعته. كمان السيترس جوسيس، يعني العصاير اللي فيها ليمون، فيها برتقال، دي برضه هتتعبه. الجارليك والأونيونز، البصل والثوم والبيبرمنت والسبيرمنت، يعني الحاجات اللي فيها نعناع. النعناع معروف ان فيه زيوت فولاتايل اويلز، زيوت طيارة بتلهب جدار المعدة. كمان السبايسي فودز، يعني الأكل الحراق، التوميتو جوس لو حد هيشرب عصير طماطم، او هيتناول كافي. وكافي ليه؟ لان فيه كافيين، والكافيين من الحاجات اللي بتسوق حاله المريض. طب ايه كمان المريض نقول ننصحه بيه؟ ان هو يقلل اكل الفات، يعني هيقلل اكل الدهون، وبالتالي مش هياكل بقى اكل مسبك والكلام ده. تمام. طيب لو مريض مدخن، طبعا التدخين يا جماعه مشكلة كبيرة في الموضوع ده، لأنه النيكوتين اللي موجود في السجاير دي من الحاجات برضو اللي بتخلي المريض يتعب زيادة. يبقى أول حاجة إن في فاكتورز لازم المريض ياخد باله منها قبل ما نبتدي العلاج أو أثناء كمان العلاج. في كمان أدوية بتعمل ديلاي للجاستريك إمتينج، يعني إيه؟ يعني بتقلل خروج المحتويات الجهاز الهضمي، بتخلي الحاجة مركونة فيه، الأكل يبقى بيخرج ببطء، فطبعا ده بيسوق الحالة. زي الاوبيتس، ايه الاوبيتس دي؟ اللي هي الافيون ومشتقاته. يبقى انا لو عندي مريض جيرد مثلا لا قدر الله عامل عمليه، يبقى المريض، يبقى الدكتور وهو بيصرف المورفين مثلا اللي هي مشتقات الافيون، يبقى عارف ايه؟ عارف ان ده المريض ده، لا انا لازم اخد بالي من الادويه اللي هديها له، لان انا لو اديته اوبيتس، والاوبيتس دي من الحاجات اللي بتعمل كونستيبيشن هنعرفها بعد كده، ان ده هيبوظ لي، يعني هيتعب المريض. كمان التراي سايكليك انتي ديبريسنس، يعني الادويه المضاده للاكتئاب. في حاجات تانية بقى بنقول عليها ادويه بتعمل دايركت اريتيشن، يعني ايه؟ يعني بتعمل التهاب مباشر، دي بتدخل تعمل لي مشكله هي لوحدها في حد ذاتها، زي النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز زي ما قلنا قبل كده، ان دي حتى بعد كده احنا هنعرف ان هي ممكن تسبب ألسر، يعني ممكن تسبب قرحه. تمام. ففي حاجة تانية كمان، الأسبرين والكورتيكوسترويدز اللي هي الكورتيزونات بصفة عامة، الأدوية اللي بتحتوي على كورتيزون، دي برضو ممكن تعمل لي مشكلة في حالة الجرد. خلاص، يبقى احنا كده المريض هو بيتعالج لازم يبقى فاهم النقط دي، بحيث ان هو ايه؟ حالته ما تزدادش سوء. طيب تعالوا نتكلم بقى في أول مجموعة علاجية فعلا. أول حاجة البروتون بامب انهيبيتورز، ودي الفيرست لاين بتاعي، أول حاجة بدخل بيها في العلاج. هنا في أربع أدوية أشهر حاجة عايزين نتكلم عنهم، هما الأوميبرازول، الإيسوميبرازول، اللانسوبرازول، والبانتوبرازول. الأربع أدوية دول هما أشهر أدوية عندي في المجموعة دي. إزاي بيشتغل البروتون بامب إنهيبيتورز؟ بيشتغل عن طريق إن هو بيعمل حاجة اسمها بلوكس، يعني بيقفل الهيدروجين بوتاسيوم ATP إنزيم سيستم. إحنا كنا قلنا قبل كده إنه إيه المسؤول عن المشكلة دي؟ خروج الأسيد من المعدة للمريء، وقلنا ان احيانا بيكون المشكلة دي سببها ايه؟ ان الاسيد بيزيد. طيب انا عايز اعمل ايه بقى بالدواء ده؟ انا بوقف انتاج الاسيد بطريقة irreversibly، يعني بخليه يقف بطريقة وبعدين ما يرجعش يتكون تاني في المرحلة دي. ازاي الكلام ده؟ احنا قلنا ان الاسيد اسمه
ال HCl اللي هو الهيدروكلوريك اسيد، يعني بيتكون من البروتون اللي هو الهيدروجين وعليه بلس الهيدروجين بوزيتيف، وبتكون من الكلورايد اللي هو ايه نيجاتيف. طيب انا بقى همنع تكوين البروتون ده، عشان كده حتى احنا بنقول بروتون بامب انهيبيتورز، بيمنع البروتون تكوين البروتون. البروتون ده انا همنع عملية تكوينه، وبالتالي مش هيتكون الاسيد. حلو الكلام كده؟ يبقى ايه؟ يبقى انا لما همنع البروتون ده مفيش بروتون هيتحد مع السي ال، وبالتالي مش هيتكون الاسيد، وبالتالي انا قللت كميه الاسيد، فبالتالي انا حليت المشكله بشكل كبير جدا وبشكل فعال. طيب امتى المريض ممكن ياخد الدواء البروتون بامب انهيبيتورز؟ ياخده امتى؟ بيتاخد قبل الاكل من 30 ل 60 دقيقه، وطبعا هو بيتاخد قبل الفطار. ومن الحاجات الحلوه قوي في الدواء ده ان هو الديوريشن بتاعته 24 ساعه، يعني بيفضل شغال في الجسم لمده يوم كامل، يعني المريض مش محتاج ياخده اكتر من مره واحده بس. طب لو الحاله سيفير، في الحاله دي انا عندي حل من الاثنين، يا اما بخلي المريض ياخد البروتون بامب انهيبيتورز بصفه عامه اي دواء منهم مرتين، يا اما ان انا بخليه ياخد مره بروتون بامب انهيبيتورز ومره بديله هيستامين 2 ريسبتور انتاجونست، وده المجموعه الثانيه اللي لسه هنتكلم عنها. يعني بمعنى مثلا ان هو مثلا هياخد بانتوبرازول مره، والمره الثانيه هياخد رانيتيدين، ما يبقى كده خد قرصين في اليوم. تمام كده؟ وبالتالي احنا هنعمل مانجمنت، يعني هنحسن الحاله بطريقه كويسه. حلو كده الكلام لحد دلوقتي. ايه بقى الادفيرس افكت بتاع البروتون بامب انهيبيتورز؟ يعني ايه ادفيرس افكت؟ يعني الحاجات اللي انا لما بتحصل في الجسم لما بديها للمريض لفتره طويله، والحاجات دي بتكون للاسف، يعني للاسف ان هي بتبقاش حاجه كويسه، يعني افكت يعني تاثير غير مرغوب فيه. اول حاجه انه بيحصل بون فراكشر، يعني تكسير في العظم. والبون فراكشر هنا بيحصل نتيجه ايه؟ نتيجه ان الفيتامين دي بيقل مع ان انا باخد البروتون بامب انهيبيتورز، الفيتامين دي بيقل. طيب انا عشان اتفادى المشكله دي او اعمل لها مانجمنت، بدي كالسيوم وفيتامين دي في حاله ان انا بدي بروتون بامب انهيبيتورز. كمان ممكن يحصل هايبو ماجنيزيميا او دايريا او نومينيا او ديكريز في الفيتامين بي 12. تمام؟ يعني اما يحصل اسهال او نومينيا، يعني التهاب رئوي، او ممكن يحصل نقص في فيتامين بي 12. طب ايه الدراج انتر اكشنز؟ هي التفاعلات الدوائيه. والتفاعلات الدوائيه يعني ان الدواء بتاعي انا بديه، بس بكون بدي للمريض دواء تاني بيعالج مثلا حاجه تانية، فللاسف ان الاثنين بيتحدوا مع بعض بطريقه معينه، او بيتفاعلوا مع بعض بطريقه معينه، او واحد فيهم بيمنع انزيم معين فيأثر على الدواء التاني بطريقه معينه. والحاجات دي بتكون غالبا يعني برضو حاجات انا مش ببقى عامل حسابها، فلا لازم ابقى عارف المريض بياخد ادويه تانية ايه. فمن اشهر الحاجات اللي احنا ممكن نتكلم عنها في البروتون بامب انهيبيتورز هي ان الاوميبرازول ده بيمنع الميتابوليزم بتاع الديازيبام والكلوبيدوجريل. تمام؟ يعني انه الاوميبرازول لو واحد بياخد ادويه زي الديازيبام او الكلوبيدوجريل هيمنع الايض بتاعه، وبالتالي ممكن المريض اصلا ما يستفيدش منه. طب هو بيعمل كده ليه الاوميبرازول؟ لانه هو بيمنع انزيمات بتفرز من الكبد هي المسؤوله عن الميتابوليزم بتاع الادويه دي، وبالتالي الادويه دي مش هيحصل لها ايض زي ما قلنا. طيب لو في مريض بقى بياخد مثلا ديازيبام او كلوبيدوجريل وهو عنده مثلا جيرد، اعمل ايه؟ لا، ممكن ادي بانتوبرازول وما اديش اوميبرازول، اخلي بالي من النقطه دي. تاني حاجه برضو في الدراج انتر اكشنز ان هو بيقلل الميزوتراكسيت اكسكريشن من الجسم. بمعنى لو مريض بياخد حاجه زي ميزوتراكسيت وعنده مثلا جيرد، بلاش نديله البروتون بامب انهيبيتورز، لان هو مش هيفرز، مش هيطلع كويس، مش هيتم اخراجه كويس من الجسم الميزوتراكسيت، وبالتالي انا زودت التوكسيسيتي بتاعته. ففي الحاله دي انا ممكن مثلا ادي رانيتيدين. خلاص كده؟ يبقى احنا كده معانا عرفنا ان احنا اتكلمنا في الجيرد، فهمنا ايه هو الجيرد، وفهمنا ايه هي الـ regulation of gastric circulation اللي هم اول اتنين عناوين فرعيه الـ regulation of gastric function. وبعدين اتكلمنا في التريتمنت، قلنا ايه هي الفاكتورز اللي انا ايه باخد بالي منها، واتكلمنا عن البروتون بامب انهيبيتورز. هنتكلم في تاني مجموعه من الادويه هي الهيستامين 2 ريسبتور انتاجونست، ودي هي السكند لاين من العلاج. اول حاجه فيها ان احنا عايزين نعرف ايه اشهر ادويه موجوده في الجروب ده، في المجموعه دي، هي الرانيتيدين اللي هو الزانتاك، والسيميتيدين، والنيزاديتين، والفاموتيدين. دول اشهر اربع ادويه.
في نوتس كده لازم ابقى انا عارفهم. اول حاجه انه ده طبعا عشان هو السكند لاين كمان، ان هو ليس افكتيف عن البنتوبرازول والاوميبرازول اللي هي البروتون بامب انهيبيتورز بصفه عامه. هو تاثير مجموعه الهيستامين 2 ريسبتور انتاجونست، او اللي ممكن نطلق عليها ايضا اسم الاتش 2 بلوكرز، دي اقل تاثيرا من البروتون بامب انهيبيتورز. دي اول معلومه عايزين نبقى عارفينها عن الموضوع، عن الهيدروجين الاتش 2 بلوكرز. تاني معلومه ان كان في دواء اسمه سيسابريد، والسيسابريد ده تم سحبه من الاسواق تماما، لان هو كان لما بيتاخد مع ادويه معينه بيعمل كاردياك اريزميا. يعني ايه كاردياك اريزميا؟ يعني اضطراب في نبضات القلب. طيب ايه الدراج انتر اكشنز بتاع الدواء بتاعي؟ بصوا، هو هنا في اكتر من نقطه عايزين نبقى عارفينها كويس. اول نقطه مثلا السيميتيدين بيمنع ايه؟ انزيمات الكبد، يعني بنقول عليه هيباتيك انزيم انهبيتور. طب ايه المشكله ان هو بيمنع انزيمات؟ هو بيمنع انزيمات معينه، سيتوكروم معين من انزيمات الكبد هو اللي بيتمنع بالسيميتيدين. المشكله ان هو بيأثر على الميتابوليزم بتاع ادويه تانية زي ايه؟ زي الوارفارين، زي السيوفيلين، وان هو بيزود الميتابوليزم مثلا بتاع الانكزيوليتك. يعني واحد يبقى بياخد دواء مثلا عشان القلق، او ادويه من اللي هي اللي بتأفكت بتأثر على السي ان اس على المخ، فنيجي نديله السيميتيدين فتزود الميتابوليزم بتاعه، فبالتالي التأثير بتاعها على المخ يبقى غير التأثير اللي أنا كنت عايزه في الأول. فدي نقطة مهمة جدا، يعني لو مريض جاي لي بيتعالج من أي حاجة أنكزيوليتك لازم أخد بالي جدا وأنا بديله الأدوية. لو هديله اتش تو بلوكر يبقى لأ، مش هينفع السيميتيدين، هديله حاجة تانية. تمام، يبقى دي أهم حاجة نبقى عارفينها في الدراج انتر اكشنز عن السيميتيدين. طب إيه كمان؟ في نقطة كمان إن الـ H2 بلوكر بصفة عامة وخاصة يعني الرانيتيدين، لما بنديه مع النابروكسين بتحصل حاجة برضو يعني مش مستحبة، إن النابروكسين بيبقى إحنا مغلفينه، الكبسولة نفسها مغلفة بحاجة اسمها التريك كوت، يعني غلاف حوالين الكبسولة، بحيث إن النابروكسين ده بيبقى عايزين إن هو يتم امتصاصه في السمول انتستين. ففي ادويه لو انا مثلا الدواء الفلاني النابروكسين مثلا انا مش عايزه يمتص في الاستومك، تمام، انا عايزه يمتص في الانتستين، فبعمل ايه؟ فبروح مغلفه بكوت معينه بحيث ان هو لا يمتص في الكوت دي، ما يحصلهاش ديسوليوشن او ان هي ما تتحللش في المعده وتنزل زي ما هي على الامعاء، يتم تحليلها في الامعاء ويتم امتصاص الدواء ده في الامعاء. فاللي بيحصل مع النابروكسين اللي انا لما بديه مع الرانيتيدين مثلا، فالرانيتيدين بتخلي الديسوليوشن ريت اللي هو معدل التحليل بتاع الانتريك كوت الغلافه دي بتاعه النابروكسين يتم ان هي تتحلل بسرعه. فبالتالي بتتحلل فين؟ بتتحلل في الاستومك في المعده، بدل ما تتحلل في الانتستين، بدل ما تتحلل في الامعاء. طب ايه المشكله ان هي اتحللت في المعده ما اتحللتش في الامعاء؟ ان الابزوربشن بتاعها هيزيد جدا. انا مثلا مدي دوز معينه وديتها مع الرانيتيدين، مدي دوز معينه من النابروكسين منتظر منها ان هي يحصل لها ميتابوليزم بطريقه معينه على قد الدوز دي. طب افرض انا دلوقتي اديت مع الرانيتيدين، فالابزوربشن بتاعي هيزيد، انا كده كان مثلا كان خدت دوز اعلى من الدوز الحقيقيه اللي انا مديها للمريض، وبالتالي التاثير بتاعها ممكن يكون غير، يعني غير متوقع، غير مرغوب فيه، ممكن يكون المريض بيشتكي من حاجه تانية تعمل لي مشكله. تمام، يبقى احنا كده اتكلمنا في الدراج انتر اكشنز عن مشكلة السيميتيدين ان هي بتعمل هيباتيك انزيم انهيبيشن، وان هي ممكن يكون ليها تأثير unwanted effect على سي ان اس عن طريق ان هي بتزود الميتابوليزم بتاع الانكزيوليتك. اتكلمنا كمان عن الرانيتيدين وان هو لما بيتاخد مع النابروكسين ان هو بيزود الديسوليوشن ريت بتاع الانتريك كوتد نابروكسين، وبالتالي بيزود الابزوربشن بتاعه. فلازم انا ابقى اخد بالي من الجرعة بتاعتي. تالت حاجة نتكلم عنها في الجيرد في التريتمنت بتاعه هي الانتاسيد. والانتاسيد بصفة عامة بنديها في حالة حاجة اسمها بريك ثرو. يعني ايه؟ يعني انا بدي مثلا بروتون بامب انهيبيتور، او بدي مثلا اتش تو بلوكر، بس مازال المريض عنده حرقان، او انا مثلا المريض ده بيتعالج اوريدي بس هو عنده مشكلة على طول الم، فانا عايز حاجة تعمل لي زي تهدي الدنيا شوية، فانا بدي الانتاسيد لان هو بيعمل نيوتراليزيشن للاسيديتي، ومعروف عنه كمان ان هو موست رابيد ريليف اوف اسيديتي، يعني اسرع حاجه بتخفف الاحساس بالالم بتاع الاسيديتي.
يبقى هو اول حاجه بيعادل الاسيديتي، واكتر اسرع حاجه بيتاثر في تخفيف الالم بتاع الاسيديتي. حلو الكلام كده. طيب ايه اشهر حاجات ادويه بديها للمريض علشان خاطر كانتاسيد؟ اول حاجه الكالسيوم والالمنيوم والماجنيزيوم بيزد برودكت، يعني المنتجات او الادويه اللي بتحتوي على كالسيوم على الومنيوم على ماجنيزيوم. حلو الكلام كده. طيب في حاجات مشهوره زي الجافيسكون مثلا، ده بيحتوي على الجينيك اسيد، دي بتمنع الفوران بتاع الاسيد اللي هو الحمض الموجود في المعده بحيث ان هو ما يطلعش على المريء. خلاص، يبقى انا لو هتكلم بقى على الادفيرس رياكشنز بتاعه الانتاسيد هقول ايه بقى فيها. ادفيرس رياكشنز برضو زي الادفيرس زي السايد افكت كده، يعني حاجه مثلا انا بدي الدواء ده علشان يعمل انتاسيد فبلاقي ان هو بيعمل لي تاثير تاني في الجسم. زي ايه مثلا؟ زي ان الالومنيوم بيعمل لي كونستيبيشن، زي ان المغنيسيوم بيعمل لي دايريه او كاثريتيك افكت. تمام، يبقى انا وانا بدي الالومنيوم ابقى عارف ان هو ممكن يعمل المريض مغنيسيوم سوري بيعمل له كونستيبيشن، لو بدي مغنيسيوم ابقى عارف انه ان الدواء ده ممكن يعمل للمريض ايه دايريه. طب ايه كمان؟ انه في حاله لا قدر الله ان المريض ده يكون عنده رينال ديزيز يعني امراض في الكلى، ممكن بيحصل ان افراز او اخراج الادويه دي اللي بتحتوي على الالومنيوم او المغنيسيوم دي ما يتمش اخراجها من الجسم بطريقه كويسه، بطريقه بريت او معدل اللي هو متوقع، بيقل الاليمينيشن بتاعها من الجسم وخروجها من الجسم بيبقى اقل من الطبيعي، وبالتالي بيبتدي يحصل اكوميليشن يعني تجمع للادويه دي في الجسم، وبالتالي بيحصل ايه؟ بيحصل ان التوكسيسيتي بتاعته بتزيد. لما انا بدي ريبيتد دوزنج يعني عمال بدي جرعه ورا تانية ورا تانية بسبب علشان خاطر تهدي لي الاسيديتي، عمال الدواء ده بيتراكم في الجسم بيتراكم، وبالتالي ممكن يحصل توكسيسيتي بسبب. طيب في حاجه نقطه مهمه جدا برضو عايزين نعرفها عن الانتاسيد، هو الدراج انتر اكشنز بتاعه. يعني ايه دراج انتر اكشنز؟ زي ما قلنا قبل كده التفاعل الدوائي بتاع الانتاسيد مع ادويه تانيه. يعني مثلا في اول حاجه الكليشن. كليشن يعني ايه؟ كليشن يعني الدواء الانتاسيد ده انا مديه اهو، وبعدين المريض ده مثلا بياخد دواء تاني زي التتراسايكلينز او الفلوروكينولون، فايه اللي يحصل؟ ابص الاقي الدواء الانتاسيد راح عامل لي كومبلكس ماسك في الدواء التاني ده وعامل معاه كومبلكس عامل كومباوند، فبالتالي انا في الحاله دي لا انا عارف مسكوا في بعض خلاص، هو لا انا عارف استفيد من الانتاسيد ولا عارف استفيد من الدواء التاني. ده غير طبعا انه احيانا موضوع الكومبلكس ده ممكن انا ما اناش عارف هو تاثيره ايه في الجسم، يعني ممكن ابقى انا بدي دوايين مع بعض يدخلوا يعملوا لي كومبلكس يديني تاثير مختلف تماما على اساسا الدوايين اللي انا كنت مديهم في الاول. فمن اشهر الدراج انتر اكشنز بتاع الانتاسيد ان هو بيعمل كليشن. طب ايه كمان؟ كمان انه الصوديوم بايكربونات زي ما احنا عارفين ان هو المفروض ده ما بيدخل الجسم بيشتغل ازاي؟ ان بيعمل لي ريليز للبايكربونات اللي هي بيتكسر من النص الكومباوند نفسه بيتحول لصوديوم بوزيتيف، والبايكربونات دي نيجاتيف هي اللي بتروح بقى تمسك في البروتون اللي احنا قلنا عليه قبل كده بيدخل في تكوين الاسيد، بتمسك فيه علشان خاطر تقلل الاسيد شويه. فكسايد افكت بقى للبايكربونات انه ممكن يحصل الكالوزيس. يعني ايه الكالوزيس؟ يعني البي اتش، البي اتش اللي هي درجه كمية البروتون اللي موجودة لي في الجسم بتتغير، يعني بتتحول بدل ما تبقى بي اتش معينة بتبتدي تتحول شوية لألكالين، يعني بي اتش بتعلى نتيجة ان انا دلوقتي عمالة اطلع في الكربونيت نفسه البايكربونيت نفسه، وفي نفس الوقت عمالة اقلل في البروتون اللي موجود في الجسم. يبقى دول اهم اتنين دراج انتر اكشنز هي الكليشن والالكالوزيس بتاع اللي بيحصل بسبب البايكربون. تمام كده، احنا كده خلصنا اول موضوع عندنا اول مرض وهو الجيرد، واتكلمنا فيه ان هو ايه الديفينيشن بتاعه. احنا هنا بس عايزين نكون خارجين من المحاضره ان شاء الله خلاص احنا مستوعبين الامراض كلها باهم النوتس اللي فيها، مش محتاجين ان شاء الله ان احنا نذاكرها خلاص الدنيا ايه تمام، وانا بخلص المحاضرة دي حافظ اللي فيها ومستوعبه كويس، يعني ما ننساش من التكرار. الهدف في الآخر إنه إحنا نكون ملمين بالمحاضرة تمام.
اول حاجه قلناها في الجيرد هي الديفينيشن بتاعه، قلنا ان هو عباره عن خروج الاسيد الجاستريك كونتنت من المعده الى الاسوفيجس، ريفلكس اوف جاستريك كونتنتس انتو ذا اسوفيجس. وقلنا ان سببها ايه، اهم سببين increase of gastric secretion ودايليشن اوف اسوفيجال سفنكتر باي سام دراجز زي ايه، زي الاميلودبين. وقلنا اهم سيمتومز هي الهارت بير وايه كمان، والاسيديك تيست في الماوس. وقلنا ان في بعض الادويه كمان بتعمل نفس المشكله دي زي ايه، زي الانتيبيوتكس، زي الايرن سبلمنتس، زي الكينيدين، زي البين ريليفرز، زي البوتاسيوم سبلمنتس. قلنا كمان ان ريجوليشن اوف جاستريك فانكشن دي بتتكون من ثلاث مراحل، مرحلتين فيهم بيزيد قوي تكوين الاسيد، وهي مرحله السيفاليك فيس والجاستريك فيس، وفي مرحله ثالثه بيقل تكوين الاسيد اللي هي مرحله ايه، الانتستينال فيس. تمام، واتكلمنا في ثالث عنوان فرعي في الجيرد هو التريتمنت. وقلنا التريتمنت ان انا لما ادي للمريض اول حاجه قبل ما اتكلم في التريتمنت لازم اتكلم في الفاكتورز اللي لازم المريض ياخد باله منها، ان هو لازم يعمل افويد يعني يتجنب تماما الكحول، الكافيين بقى او اي حاجه فيها كافيين زي الشوكليت زي الكافي، انه المريض اللي عنده الجيرد ما ينفعش ياخد اي عصائر حمضيه زي السيترس زي التوميتو الجارليك والاونيونز الثوم والبصل، اي حاجه فيها نعناع مثلا مركز، السبايسي فودز اللي هي الحاجات المشطشطه والحراقه، انه يقلل شويه من الاكل المسبك والاكلات اللي فيها دهون، لو مدخن يا ريت نقلل التدخين او نبعد عنه خالص. وقلنا كمان ان في بعض الادويه بتعمل ديلي للجاستريك امتنج ريت بتاع تفريغ محتويات الجهاز الهضمي زي الأوبيات، وقلنا ان هي الافيون ومشتقاته، وزي الانتي ديبريسنس اللي هي الادويه المضاده للاكتئاب. قلنا كمان ان في ادويه بتعمل تاثير مباشر اريتيشن، يعني بتعمل اريتيشن التهاب للمعده بصفه عامه، زي النانسترويدال انتي انفلاماتوري دراجز، وزي الاسبرين، وزي الكورتيكوسترويدز. قلنا ان فيرست لاين في التريتمنت هي البروتون بامب انهيبيتورز، وقلنا ان اشهر ادويه فيهم هي اربع حاجات، الاوميبرازول، الايسوميبرازول، اللانسوبرازول، البانتوبرازول. وقلنا بيشتغلوا ازاي في الجسم، ايه الميكانيزم اوف اكشن بتاعهم. قلنا بيعمل الريفرسبل انهيبيت ذا فاينل ستيب ان جاستريك اسيد سيكريشن، يعني بيمنع تكوين الاسيد عن طريق منع اخر خطوه في التكوين بتاع الاسيد اللي هي الهيدروجين بوتاسيوم اي تي بي انزيم سيستم، وان المنع ده بيكون irreversible يعني ما بيرجعش تاني، يعني مش بمنعه وبعد شويه يرجع، لا خلاص انا وقفت اخر خطوه دي علشان خطر الاسيد ما يتكونش. وقلنا بناخده امتى، قلنا بناخده قبل الاكل بنص ساعه مره واحده في اليوم، الا في الحالات الايه السيفير. وقلنا هي الادفيرس افكت اللي هو البون فراكشر، وفي الحاله دي بعمل لها مانجمنت ازاي، بدي للمريض كالسيوم وبوتاسيوم. قلنا كمان الهايبوماجنيزميا، قلنا الدايريه اللي هي الاسهال والنومونيا والديكريس اوف ايه اوف فيتامين بي 12. طيب وقلنا كمان الدراج انتر اكشنز، قلنا الاوميبرازول ده اهم حاجه ان هو بيمنع الميتابوليزم بتاع الدايازيبام والكلوبيدوجرين. طب ايه الحل، ان انا بدي بانتوبرازول بدل الاوميبرازول. قلنا ان تاني مجموعه في علاج الجيرد هي الاتش 2 بلوكرز، وان قلنا ان الاتش 2 بلوكرز دي السكند لاين بتاعي، واهم اربع ادويه فيهم هم الرانيتيدين، السيميتيدين، النيزاتيدين، الفاموتيدين. قلنا ان هم ليس افكتيف عن البانتوبرازول بصفه عامه البروتون بامب انهيبيتورز، وقلنا ان في كان دواء اسمه السيسابريد ده خلاص ما بنستخدموش لانه بيعمل كاردييك اريثميا، يعني مشاكل في نبضات القلب لما يكون المريض ده بياخد ايه معاه أدوية تانية، فبالتالي تسحب من السوق. قلنا أهم دراج انتر اكشنز في الـ H2 blockers، والنقطة دي مهمة جدا جدا لازم تبقى عارفينها، إن السيميتيدين بيعمل inhibition لبعض الهيباتيك انزيمز، وبالتالي بيأثر على الميتابوليزم بتاع الوارفارين، السيوفيلين، بتاع الأنكزيوليتكس بصفة عامة. وموضوع الأنكزيوليتكس ده بيخليني يحصل عندي unwanted effect على الـ CNS. قلنا كمان غير السيميتيدين ان الرانيتيدين بيزود الابزوربشن بتاع النابروكسين عن طريق ايه، عن طريق ان هو بيزود الديسوليوشن ريت بتاع الانتريك كوتد نابروكسين، بيخليه يمتص في الاستومك بدال ما يمتص فين، في السمول انتستين. واخر حاجه اتكلمنا عنها هنا كانت الانتاسيد، وقلنا الانتاسيد ده بيشتغل عن طريق انه بيعمل نيوتراليزيشن للاسيديتي
وان هو اسرع حاجه في الريليف اوف اسيديتي، وان انا باخده امتى؟ باخده في البريك ثرو، يعني لو حد بيتعالج من الحاجات اللي فاتت بالادويه اللي فاتت بس مازال بيحصل عنده شويه حرقان في معدته، فانا بس محتاجه اهدي الدنيا شويه، فبديله حاجه انتاسيد. وقلنا اشهر ادويه هي الكالسيوم والالومنيوم والمغنيزيوم بيزد برودكتس، يعني الادويه اللي بتحتوي على الثلاث حاجات دول. وقلنا انه الادفيرس رياكشن بتاعهم اشهر حاجه ان الالومنيوم بيعمل كونستيبيشن، المغنيزيوم بيعمل دايريا، انه نتيجه لو حد لا قدر الله عنده امراض في الكلى بيحصل اكوميليشن، يعني بيقل الاكسكريشن بتاعهم من الجسم في حاله ان انا بدي اكتر من دوز من نفس الادويه دي. قلنا كمان انه بيحصل احيانا دراج انتراكشنز بتوين الانتاسيد وادويه تانية، زي ايه؟ زي الكيليشن اللي بيحصل ما بين الانتاسيد والتتراسايكلينز او الفلوروكينولون، او في حاله برضو الالكالوزيز اللي بيحصل من الصوديوم بايكربونات از سايد افكت. كده يا جماعه خلاص اتكلمنا عن ثلاث حاجات اهو في الجيرد، هي الديفينيشن بتاعه واتكلمنا عن الريجليشن اوف جاستريك فانكشن، واتكلمنا عن التريتمنت. طيب عايزين ندخل بقى على تاني موضوع باذن الله، وهو موضوع ايه؟ البيبتيك ألسر ديزيز. البيبتيك ألسر من اهم المواضيع اللي دايما بنتعرض ليها في امراض الجهاز الهضمي، واحنا هنا لمينه بصوره مبسطه جدا. تمام، هنتكلم برضو عن ثلاث عناوين فرعيه هنا. ايه التايبس بتاع البيبتيك ألسر؟ وايه التريتمنت لو انا في حاله النوع الاول من البيبتيك ألسر؟ وايه التريتمنت في حاله النوع الثاني من البيبتيك ألسر؟ بيبتيك ألسر يعني مش قرح، قرح بتحصل يا اما في الديودينال يا اما في الجاستريك، يا اما بتحصل في الامعاء يا اما بتحصل في المعده. طيب لو ديودينال، ديودينال هي مينلي يعني اساسا بتحصل بواسطه بكتيريا اسمها اتش بايلوري انفكشن. اتش بايلوري يعني هيليكوباكتر بايلوري، دي نوع من البكتيريا لما الانسان مثلا بياكل اكل ملوث بها او حاجه بتعمل له ديودينال ألسر، يعني بتعمل قرح في الديودينال بتاعته في الامعاء. وفي نوع تاني من البيبتيك ألسر اللي هي الجاستريك ألسر، والجاستريك ألسر دي اساسا بيسببها النانسترويدال انتي انفلاماتوري دراجز. احنا قلنا قبل كده ان النانسترويدال دي فعلا ممكن تعمل لي ايه؟ تعمل لي ألسر في المعدة. والسبب الاساسي زي ما قلنا كده في الجاستريك ألسر هي ايه؟ هي النانسترويدال. احيانا بيسببها الاتش بايلوري بس ده نادرا، يعني هو الاساس الاساس هو النانسترويدال انتي انفلاماتوري دراجز. طيب في حاجة كده اساسية بتميز لي الديودينال عن الجاستريك. الديودينال لو واحد اكل مثلا، لو واحد اكل لو هو عنده ديودينال ألسر هيلاقي ان الالم بيخف، لكن لو واحد عنده جاستريك ألسر هيلاقي ان الالم بيزيد. خلاص، يبقى البيبتيك ألسر اول عنوان فرعي عايزين نتكلم فيه هو التايبس بتاعته. التايبس بتاعته ايه؟ ديودينال ألسر وجاستريك ألسر. قلنا الديودينال بتتكون سببها الرئيسي ايه؟ الهيليكوباكتر بايلوري بكتيريا. وقلنا الجاستريك ألسر السبب الرئيسي بيكون ايه؟ بيكون الادويه اللي هي النانسترويدال انتي انفلاماتوري دراجز زي البروفين مثلا، حد بياخد بروفين بجرعات كبيره على فترات طويله جدا، او الديكلوفيناك، الادويه اللي هي مسكنات بصفه عامه، نانسترويدال انتي انفلاماتوري دراجز. طيب العلاج بقى، لو انا هعالج الديودينال ألسر اللي هي احنا قلنا السبب الرئيسي بتاعها ايه؟ الاتش بايلوري، في الحاله دي انا بدي بروتون بامب انهيبيتورز مع نوعين من الانتيبيوتكس، بروتون بامب انهيبيتورز مع كلاريسروميسين او اموكسيسيلين او مترونيدازول. يبقى يا اموكسيسيلين يا مترونيدازول مع الكلاريسروميسين مع البروتون بامب انهيبيتورز، بيتاخدوا لمده من 7 ل 14 يوم. طب افرض المريض الموضوع ده ما جابش معاه نتيجه، مشينا على الكورس ده ما جابش نتيجه، هبتدي برضو ادي نوعين من الانتيبيوتكس مع البروتون بامب انهيبيتورز، بس في الحاله دي هديه مع البيزمس سابسلسيلين. ده المجموعه دي الرباعي ده حاجه جديده، يعني حاجه جديده في العلاج، بديه في حاله ان انا اديت الكورس الاولاني الاثنين انتيبيوتكس مع البروتون بامب انهيبيتورز بس ما جابش نتيجه، فبعمل ايه؟ بروح مدي بقى داخل بالعلاج الرباعي ده اللي هو البيزمس بيست، يعني اللي موجود فيه البيزمس، بدي البروتون بامب انهيبيتورز مع الاثنين انتيبيوتكس اللي هم المترونيدازول مع التتراسايكلين مع ايه؟ البيزمس سابسلسيلين.
احيانا بندي البروتون بامب انهيبيتورز برضو مع المترونيدازول مع الليبوفلوكساسين، بس اشهر حاجه ايه اللي احنا زي ما قلنا في الاول، يا بروتون بامب انهيبيتورز مع كليريسروميسين مع اميكسيسيلين او مترونيدازول، يا اما لو ما جابوش نتيجه بدي بيزما سابساليت بقى مع الحاجات اللي فاتت، يعني مع البروتون بامب انهيبيتورز مع المترونيدازول مع التتراسايك، دول غالبا اللي بستخدمه. بس احيانا لو ما جابوش نتيجه ممكن ادي بقى البروتون بامب انهيبيتورز مع المترونيدازول مع الليفوفلوكساسين. تمام، في معلومه مهمه نبقى عارفينها كده، ان انا البيزمس البيزد الدواء الرباعي اللي هو في بيزمس بديه لمده 14 يوم، يا اما بدي الليفوفلوكساسين اللي هو مع المترونيدازول مع البروتون بامب انهيبيتور ده لمده مثلا 10 ايام. دول بديهم امتى؟ بديهم لو الـ اول حاجه دي ما نفعتش معايا اللي هو البروتون بامب انهيبيتورز مع الاثنين انتيبايوتكس. في برضو نقطه مهمه نبقى عارفينها، ان انا وانا بدي العلاج بدي طبعا زي ما قلنا البروتون بامب انهيبيتورز حاجه مشتركه في الثلاث انظمه للعلاج اهو، حاجه مشتركه بينهم الايه البروتون بامب انهيبيتورز. لو انا هشتغل باوميبرازول هدي جرعه دي فيها اوميبرازول بدي الجرعه منه 20 مللي جرام. طب لو هدي بانتوبرازول بدي 40 مللي جرام. يبقى لو انا هشتغل باوميبرازول هدي ايه؟ هدي 20 مللي جرام. لو هدي بانتوبرازول هتكون جرعته ايه؟ 40 مللي جرام. خلاص كده، يبقى احنا في البيبتيك ألسر عرفنا ايه التايبس وعرفنا ايه التريتمنت بتاع الديودينال ألسر. طيب لو انا هعمل تريتمنت بقى للجاستريك ألسر، واحد عنده جاستريك ألسر، في الحاله دي انا يا اما بدي بروتون بامب انهيبيتورز ودي الفيرست لاين بتاعي، يا اما بدي رانيتيدين بقى اللي هو الاتش 2 بلوكر دي السكند لاين بتاعي، وممكن بدي ميزوبروستول. تمام كده، في معلومه برضو نبقى عارفينها يعني كقانون عام كده، انه لو بيشنت عنده اكتر من 65 سنه مش هديله نونستيرويد غير لو اديته بروتون بامب انهيبيتورز كبروتكشن. يعني لو واحد معدي 65 سنه مش هينفع اديله اي ديكلوفيناك او بروفين، مثلا بيشتكي من الم في العظام في المفاصل، فانا مضطر ساعتها ان انا اديله مسكن، اديله بروفين، اديله مثلا ديكلوفيناك. ففي الحاله دي لازم اديله معاهم بروتون بامب انهيبيتورز، اديله بقى بانتوبرازول اوميبرازول حسب الحاله. برضو معلومه مهمه انه النونستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز اكتر حاجه فيها سيف على الاستومك هي السيليكلوكسين، وعلى القلب اكتر حاجه امان هو النابروكس. تمام كده. طيب احنا قلنا انه الثيرد لاين بتاعي في العلاج في التريتمنت بتاع الجاستريك ألسر هو ايه؟ هو الميزوبروستول. الميزوبروستول ده بيشتغل كحاجه اسمها بروستاجلاندين انالوج، يعني بيشتغل كانه بروستاجلاندين انالوج. يعني ايه بروستاجلاندين انالوج؟ البروستاجلاندين ده ماده ربنا خالقها بتبقى موجوده في المعده، بتحمي جدار المعده من الاسيدز اللي موجوده فيها. الميزوبروستول بيشتغل بنفس الميكانيزم كده، يعني بيشتغل انالوج يعني مشابه لنفس الميكانيزم في اكشن بتاع ايه بتاع إيه البروستاجلاندين، نفس طريقه الشغل بتاعه. هو بيقدر يحمي المعده وفي نفس الوقت يعني يعالج، يعني بيحمي ويعالج في حاله الجاستريك ألسر. معلومه مهمه برضو لازم نعرفها، انه لو في بريجنانسي في حمل ما ينفعش نستخدم الميزوبروستول، هو كونترا انديكيتد، يعني ما ينفعش استخدمه في الحاله دي. خلاص كده، يبقى احنا كده اتكلمنا في تاني موضوع، تاني مرض عندي هو البيبتيك ألسر. اتكلمنا في ايه التايبس بتاعته، قلنا ديودينال ألسر وجاستريك ألسر، وقلنا ديودينال ألسر بيبقى سببه الاساسي الاتش بايلوري انفكشن، وان الجاستريك ألسر النونستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز هي المين كوز بتاعه. وقلنا التريتمنت بتاعه لو في حاله الديودينال ألسر هدي يا اما بروتون بامب انهيبيتورز مع اثنين انتيبايوتكس الكلاريسروميسين او الاموكسيسيلين مع المترونيدازول، يا اما هدي لو ما نفعش بدخل بايه؟ بدخل بالبيزماس سبساليسيليت ثيرابي اللي هو ايه؟ مع البيزماس سبساليسيليت مع البروتون بامب انهيبيتورز مع المترونيدازول مع التتراسايكل. وقلنا كمان ان انا لو هدخل بالبروتون بامب انهيبيتورز هدي اوميبرازول هدي الجرعه بتاعته تبقى 20 مللي جرام. طب لو هدي البانتوبرازول هدي 40 مللي جرام، بمعنى ان 20 مللي جرام في الحاله دي من الاوميبرازول ايكويفالنت مكافئ ل 40 مللي جرام من البانتوبرازول. طيب لو هعالج الجاستريك ألسر في الحاله دي انا بدي الفيرست لاين بتاعي البروتون بامب انهيبيتورز، السكند لاين الايه
ال H2 بلوكرز. طب الثيرد لاين الميزوبروستول، وقلنا الميزوبروستول ده بيشتغل كبروستاجلاندين انالوج، يعني مشابه في الشغل بتاعه للبروستاجلاندين، بمعنى انه بيعمل تريتمنت وبيعمل بريفنت لايه للجاستريك ألسر، بيعالج ويحمي، وان هو كونترا انديكيتد يعني ممنوع استخدامه في الحمل. تمام كده، يبقى احنا كده خلصنا تاني مرض. يبقى احنا خلاص كده المفروض كده ان احنا خلاص الحمد لله ايه مستوعبين اول نقطتين كويس جدا في موضوع إيه الامراض الجهاز الهضمي. نتكلم بقى عن تالت مرض، هو الانفلاماتوري باول ديزيز. الانفلاماتوري باول ديزيز هنتكلم فيه عن اربع نقط فرعي. اول حاجه خالص، ايه السيمبتومز اللي لما يجي لي بيها المريض اقول اه ده عنده انفلاماتوري باول ديزيز؟ الدايري، اسهال، فيفر اند فاتيج، يعني سخونه وتعب، فاتيج يعني المريض تعبان على طول. ابدومينال بين اند كرامبنج، يعني المريض ده عنده الم في بطنه واحساس بالتقلصات. بلاد ان ريستول، يعني الستول البراز بيكون فيه بلاد يعني فيه دم. ريديوسد الابيتايت، يعني الشهيه المريض فاقد شهيته. ان انتندد ويت لوس، يعني المريض عمال يخس يعني بيفقد وزنه وهو يعني مش عامل حس، هو مش عايز، يعني مش مثلا عامل دايت مثلا عامل ريجيم مثلا، او لا هو عمال وزنه بيقل بيقل بيقل. فلو انا شفت السيمبتومز دي الاعراض دي يبقى المريض ده ايه غالبا عنده انفلاماتوري باول ديزيز. تمام، او هو فعلا عنده انفلاماتوري باول ديزيز. طيب ايه انواع الانفلاماتوري باول ديزيز؟ اول حاجه الالسريتيف كولايتس. الالسريتيف كولايتس، الالسريتيف كولايتس نوعين، بروكيتايتس يعني موجود في الريكتم بس، يعني في منطقة الشرج بس، دي الالسريتيف كولايتس أول نوع فيها. يا إما بانكولايتس يعني موجود في أي حتة في القولون. طيب إيه العلاج؟ العلاج إن أنا بدي ميسالامين أو ميسالازين، ده لو ما اشتغلش بدي كورتيزون، ما اشتغلش بدي انفليكسيمين. تمام، يبقى ميسالامين أو ميسالازين، مشتغلش بدي كورتيزون، مشتغلش بدي ايه انفليكسيمين. لو المرض كان موجود في الريكتم بس يعني بروكيتايتس، الحالة دي انا بدي ميسالامين كإنما، إنما يعني بديها كحقن شرجية تشتغل لوكالي في المكان ده خلاص، مش محتاجة دي حاجة سيستماتيك، يعني مش محتاج حاجة تمشي في الدم وفي الجسم كله، انا بدي حاجة لوكال، حاجة موضعية، إنما حقن شرجية. يبقى ده ايه؟ ده بالنسبه للالسريتيف كولايتس. طب الكرونز ديزيز، في حاله لو كان الكرونز ديزيز انا بدي الميسالامين كاورال يتاخد ايه بلع، ولو ما اشتغلش بدي كورتيزون، ولو ما اشتغلش بدي انفليكسيماب. يبقى في الحالتين انا بدي ميسالامين بس، يا اما بديها انما لو هي يعني في الحالتين سواء الالسريتيف كولايتس او كرونز ديزيز بدي ميسالامين برضو، بس في حاله الكرونز ايه انا بديها اورال، لكن في حاله الالسريتيف كولايتس لو كانت بروكتايتس بديها انما، لكن في الحالتين خلاص انا بدي ميسالامين، لو ما نفعش بدي كورتيزون، لو ما نفعش بدي ايه بدي انفليكسيمين. ونخلي بالنا ان في الكرونز ديزيز انا بديها اورال، الميسالامين بدي اورال بس، ما ينفعش ادي انما مثلا، انا بدي اورال. طيب تعالوا نتكلم باستفاضه عن رابع حاجه عنوان فرعي هنا في الانفلاماتوري باول ديزيز، وهي الايه الامينو ساليسيت، الدراجز اللي انا بستخدمها اللي هي الامينو ساليسيت، اللي احنا زي ما قلنا يا اما ميسالامين يا اما سلفات ساليسيت. الميسالامين زي ما اتكلمنا عنه في الاول كده، ده ما بتك... ده الفيرست لاين بتاعي، وده ما فيهوش سلفه، يعني مريض مثلا خلاص انا هديله، هو مثلا عنده حساس للسلفه وهو تافر، فانا هديله ايه ميسالامين. طيب لو واحد مثلا ممكن يا اما هياخد ميسالامين يا اما ايه سلفه ساليسيت. طيب في كام معلومه كده مهمه نحب نعرفهم عن السلفاسلازين. السلفاسلازين ده انتي انفلاماتوري قوي جدا وكويس جدا، حاجه محترمه جدا يعني، واميونو سبريسيف في نفس الوقت. يعني ايه اميونو سبريسيف؟ يعني بيقلل شويه الاميونيتي بتاع الجسم. ازاي؟ ان هو هيمنع ميدييتورز، يعني في مواد لو انا مثلا عندي التهاب في الجسم، فالجسم بيطلع ميدييتورز كده تعمل هي بتزود الالتهاب، بحيث ان هي بتهاجم اعتقادا منها مثلا في بكتيريا هنا فانا محتاجة اهاجمها، او في مشكلة في المفصل هنا فبيطلع حاجة اسمها ميدييتورز كده.
زي مواد علشان خاطر المواد دي بتزود الانفلاميشن في الجسم عشان خاطر، فنبص نلاقي المفصل ده ملتهب جدا. فالسلفاسلازين بقى بتقلل الميدياتورز دي شوية، بتهديها شوية، فيقل الانفلاميشن اللي في الجسم شوية. تمام، فهو بقى السلفاسلازين علشان كده بيشتغل كأنتي انفلاماتوري وكأميون سبريسيف، وليه اكتر من طريقة بيشتغل بيها. اول حاجة بيمنع البروستاجلاندين والليوكوترين، والحاجتين دول المادتين دول اللي احنا بنقول عليهم بقى زي ما احنا قلنا ايه كده، انفلاماتوري ميدياتورز. انفلاماتوري ميدياتورز يعني مواد الجسم بيفرزها عشان خاطر تعمل انفلاميشن في مفصل بقى، في عضو معين. تمام، يبقى ده من اول الطرق اللي بيشتغل بيها السلفاسلازين. تاني حاجة ان هو بيعمل فري راديكال سكيفنينج، يعني ايه؟ يعني ان هو بيمسك الفري راديكال، والفري راديكال دي مواد بتبقى موجودة مثلا في الجسم ممكن تعمل اكسيديشن للخلايا، يعني بتبوظ الخلايا، يعني هي مواد مضرة هو بيخلص الجسم منها، فبالتالي هو بيحمي الخلايا من الدمج، من ان هي تتدمر عن طريق الفري راديكال. فدي برضو حاجة كويسة جدا. هو ليه اميونو سبريسيف اكتيفيتي زي ما قلنا قبل كده، عن طريق ان هو بيعمل ايه، بيوقف الانفلاماتوري ميدياتورز. كمان بيعمل امبيرمنت للوايت سيل اديشن اند فانكشن، بيوقف التحام الوايت سيلز مع بعضها وبيوقف الفانكشن بتاعتها. برضو الموضوع ده بيقلل الانفلاميشن اللي ممكن يكون موجود في الجسم. كمان هو بيقلل بيمنع انهبيشن للسيتوكين سينثيسيس، والسيتوكينز دي يا جماعه عباره عن برضو انفلاماتوري ميديتورز، برضو بتطلع عن طريق الاميونيتي اللي في الجسم، فالسلفاسلازين بيمنعها برضو. تمام كده. الميثلسلازين بقى عايزين نقول عنه معلومه مهمه، ان هو بيستخدم في التريتمنت والمينتيننس بتاع الالسريتيف كولايتس، تريتمنت مينتيننس. وان السلفاسلازين الشيء بس شيء يذكر هنا بقى، السلفاسلازين دي بتعالج مرض اسمه الميلينا. يعني ايه ميلينا؟ يعني دارك بلادي ستول، يعني الستول يكون لونه بلاك دارك وفي دم، وبتكون غالبا اسوشيتد بايه، ببليدنج في الـ في الابر تراكت بتاع الجي اي تي. خلاص. طيب لو مريض بيتعالج، احنا قلنا ان هو انا بدي ميثلازين، ولما منفعش بدي كورتيزون. الكورتيزون بقى عايزين نقول ان هو بيستخدم في حالات الامرجنسي فقط، ما ينفعش استخدمه كمينتيننس. مينتيننس يعني ايه؟ يعني مريض هو عنده المشكلة دي ومحتاج يمشي فترة على العلاج، فما ينفعش ادي كورتيزون في الحالة دي. ممكن ادي ميثلازين او سلفاسلازين، لكن ما ينفعش ادي كورتيزون. بديه في حالات ايه؟ الامرجنسي، اهدي الدنيا وبعدين ابقى اوقفه، ادخل بعلاج تاني، اكمل بالسلفاسلازين او اكمل بالميثلازين. في حاجة معلومة مهمة جدا لازم نبقى عارفين عن الكورتيزون بصفة عامة، ان الكورتيزون ده درج بيعمل اوستيوبروسيس، يعني هشاشة في العظام. طب ليه؟ لان هو بيأثر على الكالسيوم اللي موجود في الجسم، وبالتالي انا علشان خاطر اتفادى الموضوع ده انا بدي كالسيوم، بدي كالسيوم كبروفلاكسيس، بدي كالسيوم كوقاية. يبقى لو مريض هيتعالج بالكورتيزون انا بدي له كالسيوم عشان اتفادى الهشاشة اللي ممكن تحصل نتيجة ان المريض مكمل على كورتيزون. طيب تالت حاجة احنا قلنا انه لو انا اديت امينو ساليسيليت بصفة عامة ما نفعتش، او اديت بعد كده كورتيزون ما نفعش، فبدي حاجة اسمها ايه؟ الانفليكسيماب. طب الانفليكسيماب ده ايه مشكلته او ايه حكايته؟ هو غالبا برضو بيستخدم في علاج روماتويد ارثرايتس، وده ليه؟ لان هو نفس الفكرة برضو بيقلل الانفلاماتوري ميديوترز اللي موجوده في الجسم، وبالتالي ممكن استخدمه في الروماتويد ارثرايتس، لان هو الروماتويد ارثرايتس اللي هو مرض الروماتويد لا قدر الله بيبقى جسم المريض كله انفلاميشن في المفاصل، فانا محتاج ان انا اقلل الالتهاب ده شويه عشان اقلل الالم عند المريض واقلل الاضرار بتاعته بتاعه الانفلاميشن ده وتاكل المفاصل، فانا عايز اقلل الالتهاب شويه، فبعمل ايه؟ فممكن ادي الانفلاكسيمين. بس هو ليه مشكلة تانية، ان هو لما هو بيقلل الميدياتور دي فبالتالي هو بيأثر شوية على الاميونيتي بتاع الجسم. ما هي الانفلاماتوري ميدياتور دي موجودة اساسا ربنا خلقها في الجسم عشان تهاجم مثلا بكتيريا معينة،
فلو مريض مثلا كان عنده تي بي درن مثلا وكان ليتنت، يعني خلاص هو خد المرض وخف بس عنده المرض ده كامن يعني موجود في جسمه بس خلاص هو اتعالج منه، ممكن يحصل له ري اكتيفيشن، لان هو الجسم خلاص انا دلوقتي عملت ايه سبريشن للمناعه، وقفت الانفلاماتوري ميدياتورز، وبالتالي هبص الاقي انه ايه اللي بيحصل، انه ممكن يكون مرض كان كامل في الجسم يحصل له ري اكتيفيشن زي ما قلنا ايه التي بي. الانفليكسيميب بيتاخد اي في يعني انترافينس يعني وريد، وعايزين نبقى عارفين برضو ان هو بعد ما بناخد الانفليكسيميب احيانا بيحصل فيفر اند تشيلز كسايد افكت، يعني ان الواحد يحس انه بيسخن ويبرد يسخن يعني ده من اشهر سايد افكتس عن الانفليكسيميب. يبقى احنا كده خلصنا تالت مرض في الجي اي تي اللي هو الانفلاماتوري باول ديزيز، واتكلمنا فيه عن اربع نقط واربع مواضيع فرعيه. اول حاجه السيمتومز، وقلنا ايه السيمتومز اللي لما المريض يبقى متواجده عنده بقول لا ده المريض ده مريض انفلاماتوري باول سيندروم، قلنا الدايريه، قلنا الفيفر اند فاتيك، وقلنا الابدومينال بين، وقلنا الكرامبنج، وقلنا البلاد في الستول، وقلنا الريديوس الابيتايت والانتندد ويت لوس. قلنا رقم واحد فيهم الالسريتيف كولايتس او النوع منه الالسريتيف كولايتس، وده بروكتايتس يا اما بانكولايتس، يعني يا اما موجود في القولون كله يا اما في الريكتم بس. والتريتمنت بيكون ميثالازين اللي هو الميثالامين، وده لو ما اشتغلش بدي كورتيزون، ولو ما اشتغلش بدي انفلكسين. وقلنا لو الديزيز موجود في الريكتم بس ممكن ادي الميثالازين از انيما يعني كحقنه شرجيه. وان تاني نقطه اتكلمنا تاني نوع هو الكرونز ديزيز، وان ده بيكون بعالج بالميثالامين فقط وبتكون اورال بس، ولو ما اشتغلتش بدي كورتيزون، ولو ما اشتغلتش بدي انفليكسيميب. وقلنا الدراجز هنا لو هنتكلم عنها هنتكلم في اول حاجه عن الامينو ساليسيليت، وقلنا ان دي اما ميثالامين ودي ما بتحتويش على صلفة، وان دي الفيرست لاين في العلاج، او الصلفة سلازين. والصلفة سلازين قلنا ان هو انتي انفلاماتوري اميونو سبريسيف، وده نتيجه ان هو بيمنع البروستاجلاندين والليوكوتراين سينسيس، ودي قلنا ان هي انفلاماتوري ميدياتورز موجوده في الجسم، وان هي بتنظف لي الجسم من الفري راديكلز، وان هي زي ما قلنا قبل كده ليها اميونو سبريسيف اكتيفيتي، وان هي بتعمل امبيرمنت للوايت سيل ادهيجن اند فانكشن، وان هي بتمنع السيتوكين سينثيسيس. واتكلمنا عن الميثالامين وقلنا ان هي بتستخدم في التريتمنت والمينتيننس، يعني بعالج يا اما ايه بديها كحاجه وقائيه كده المريض يكمل عليها في حاله الالسريتيف كولايتس. وقلنا ان السلفاسلازين از يوزد ايه للتريتمنت بتاع الميلينا، يعني ايه يعني ده مرض قلنا ان هو دارك بلادي ستول، بيكون في الحاله دي في بليدنج في الابر جي اي، وقلنا انه بنستخدم السلفاسلازين لعلاجها. طيب يبقى ده اول دراج الامينو ساليسيليت. تاني دراج قلنا الكورتيزون، وقلنا ان الكورتيزون بتستخدم في الحالات الفلير الامرجنسي بس، ما بنستخدمهاش كمينتيننس مش علاج نكمل بيه على طول، وان انا علشان خاطر اتفادى الاوستيوبروسيس اللي بيحصل في حاله الكورتيزون بعمل ايه، بمشي المريض على كالسيوم كبروفلاكسيس كحاجه وقائيه. وتالت حاجه اتكلمنا عن الانفليكسيميب، وقلنا ان هي بتستخدم في الروماتويد ارثرايتس لان هي بتمنع تكوين ايه، بتمنع السيتوكين اللي هو برضو ليه امبورتنت رول في الاميون فانكشن، وبالتالي هي بتزود الريسك اوف انفكشنز بتاع مثلا ان واحد يكون كان عنده ليتنت تي بي عنده درن كامل في جسمه فيحصل له رياكتيفيشن. قلنا ان هي بتتاخد اي في يعني بالوريد، وقلنا ان هي بعد المريض ما بياخدها ممكن احيانا بيحصل له فيفر اند تشيلز. خلاص كده يا جماعه، يبقى احنا كده اتكلمنا عن اول ثلاث امراض، اتكلمنا عن الجي اي الجاسترو اسوفيجيال ريفلكس، عرفنا ايه هو، عرفنا ان هو خروج للاسيد كونتنت من المعده للمريء، وتكلمنا ان اشهر حاجه فيه الهارت بيرن والاسيديك ماوث تيست، وقلنا الادويه برضو اللي ممكن بتسبب الهارت بيرن، وقلنا ريجوليشن اوف فانكشن اوف جاستريك فانكشن ان هي السيفاليك والكاستريك والانتستينال فيز. قلنا النوتس اللي لازم المريض يبقى عارفها لو هو هيتعالج من الجرد،
قلنا ان اشهر حاجه فيهم البروتون بامب في التريتمنت هي البروتون بامب انهيبيتورز بانواعها، بالسايد افكت، امتى ناخدها، الدراج انتر اكشنز، وقلنا اتكلمنا برضو عن السكند لاين اللي هو الاتش 2 بلوكرز، وقلنا انواعه اكزامبلز عليه، وقلنا برضو اهم معلومات عنه واهم دراج انتر اكشنز فيه، واتكلمنا عن الانتاسيدز وعن الادفيرس افكت والدراج انتر اكشنز بتاعتها. اتكلمنا عن تاني مرض وقلنا البيبتيك ألسر، وقلنا ان هو يا اما ديودينال يا اما جاستريك ألسر، والسبب الرئيسي للديودينال ان هي الاتش بايلوري، السبب الرئيسي بتاع الجاستريك قلنا اللي هو ايه النانسترويدال انتي انفلاماتوري دراجز. واتكلمنا في التريتمنت ان هي ايه، ان هي في حاله الديودينال يا اما بدي بروتون بامب انهيبيتورز مع اتنين انتي بايوتكس، يا اما بروتون بامب انهيبيتورز مع بيزمس سب سلسليت مع ميترونيدازول مع تتراسيكل. وقلنا ان 20 ملي جرام من الاوميبرازول بتكافئ 40 ملي جرام من البانتوبرازول. وفي حاله التريتمنت بتاع الجاستريك ألسر قلنا ان اول فيرست لاين بتاعي هو البروتون بامب انهيبيتورز، والسكند لاين ايه الاتش 2 بلوكرز، وقلنا ان الميزوبروستول ده الثيرد لاين بيشتغل كبروستاجلاندين انالوج، وان هو ممكن يستخدم كتريتمنت او كبريفنشن للايه للجاستريك ألسر، وان هو كونترا انديكيتد في حاله الحمل. تالت مرض اتكلمنا عنه الانفلاماتوري باول ديزيز، وقلنا السيمتومز بتاعته دايرية، فيفر، فاتيج، ابدومينال بين، كرامبينج، بلاد في الستور، ريديوسد في الابيتايت، ان انتندد ويت لوس. قلنا اول نوع منه الالسريتيف، وده بنعالجه يا اما بالميثلامين لو كان الالسريتيف هنا في الريكتم بس بدي ميثلامين كانيما، ولو ما نفعش الميثلامين بدي كورتيزون، ولو ما نفعش بدي انفليكسيمان. وقلنا في الكرونز ديزيز ان هي بيكون ميثلامين بدي اورال، ولما ما ينفعش بدي كورتيزون، ولما ما ينفعش بدي انفليكسيمان، وان الميثلامين في الحاله دي بيتاخد ايه اورال بس، ما ينفعش اديه باي روت تاني. ولما اتكلمنا عن الدراجز قلنا ان هو ايه، يا اما امينو سلسليت، يا اما كورتيزون، يا اما انفليكسيمان. الامينو سلسليت قلنا الميثلامين قلنا ما فيهوش سلفا، وقلنا السلفا سلازين، اتكلمنا عن اهم نقط فيه ان هو انتي انفلاماتوري واميونو سبريسيف، واتكلمنا انه ليه بيعمل، ليه هو انتي انفلاماتوري وليه اميونو سبريسيف، لان هو بيمنع تكوين البروستاجلاندين والليكوتراين والسيتوكين، وان هو بيمنع الوايت سيل ادهيجن اند فانكشن. وقلنا ان الميثلامين بيستخدم كتريتمنت ومينتيننس للالسريتيف كولايتس. وقلنا برضو ان السلفا سلازين بيعالج مرض اسمه الميلينا، وان الكورتيزول لو المريض هياخد كورتيزون علشان اتفادى الاوستيوبروسيس بعمل ايه، بدي كالسيوم، وان هو بيستخدم ك في حالات الامرجنسي بس، في حالات اللي هي الطارئه بس، ما بديهوش كمينتيننس ك حاجه المريض يكمل عليها. واتكلمنا عن الانفليكسيميب، وقلنا ان الانفليكسيميب ده ايه، بيستخدم في علاج الروماتويد ارثرايتس، وان ده بيزود الانفكشن، زي مثلا في حاله لو حد عنده ليتنت تي بي ممكن يحصل له ايه، يحصل له رياكتيفيشن، تمام، وان هو بيتاخد عن طريق ايه، بيتاخد اي في، بيتاخد انترافينس عن طريق الحقن في الوريد انفيوجن، وانه بعد المريض ما بياخده ممكن يحصل له ايه، يحصل له يا فيفر، يحصل له تشيلز، يحصل له فيفر وتشيلز، تمام كده. طيب رابع حاجه هنتكلم عنها بقى، رابع مرض معايا او رابع حاجه في الجي اي ديس اوردرز، هي الانتيرو هيباتيك سيركيليشن. الانتيرو هيباتيك سيركليشن عايزين نبقى فاهمين هي ايه. لو بصينا هنا كده هنشوف ان المفروض ان الدراج لما بيدخل زي ما احنا عارفين بيعدي على الجهاز الهضمي زي ما اتفقنا، بيعدي في الجاسترو انتستينال تراك، وبعدين بيروح على الليفر، وبعدين يبتدي يتوزع على التيشوز، بعدين بيرجع للليفر تاني، وبعدين بيحصل له اليمينيشن من الجسم. طيب في حاجه اسمها الانتيرو هيباتيك سيركليشن، ان الدواء ده بقى بعد ما بيروح الليفر خلاص راح التيشوز مثلا، وبعدين رجع الليفر تاني، ان الدواء ده ممكن بيعدي يرجع تاني على الجي ار تي، بس هو معدي بيعدي على البايل، والبايل ده عباره عن دارك جرين او يلوش براون فلويد، يعني سائل لونه كده يا اما دارك جرين يعني اخضر غامق قوي، يا اما براون كده مصفر شويه. ده بيتعامل بواسطه الليفر، وبيساعد
في الدايجيشن بتاع الدهون الليبلت اللي موجوده في السمول انتستين، تمام، بيتفرز في الكبد وبيتخزن في الجول بلادر. حلو كده. ف قلنا انه ممكن الادويه بعد ما تروح من الليفر ترجع تاني للجي اي تي، بس بتعدي بالموضوع ده، ان بتعدي زي ما قلنا على البايل اللي هو بيتفرز في الكبد وبيتخزن في الجول بلادر. طب ايه اهميه ان انا اعرف اصلا الموضوع ده؟ اهميه الموضوع ده ان في بعض المولكيولز ما بتبقاش توكسيك اصلا، يعني انا مدي درج عادي معين اهو، ما بتبقاش توكسيك، مش سامه، بس بسبب الريسايكلينج بروسيس اللي حصلت دي، بسبب ان هو رجع تاني من الليفر راح على الجي اي تي، بيحصل ان هي بيحصل لها ايه، بترجع تبقى توكسيك. ازاي؟ ازاي؟ لان هي عدت اهي بسيركليشن تاني انا ما كنتش عامل حسابي فيها، ما كنتش عامل حسابي في الجرعه مثلا وانا بدي، هي انا ما هتعدي على البايل ايه اللي هيحصل، تمام. فلازم وانا بحدد مثلا الدوز ابقى انا فاهم ايه الكميه اللي هتطلع مثلا من الجسم، ايه الكميه اللي هتطلع في الفيسز من الجسم، وايه الكميه اللي مثلا هترجع تاني. طيب الجول بلادر، الجول بلادر دي حالتها ايه؟ يعني ما هو ده هيأثر برضو على كميه البايل مثلا الموجوده فيها، تمام كده. فلازم ابقى انا عارف الكميه من الدواء اللي هتطلع، حاله الجول بلادر ايه، عشان خاطر انا ابقى ظابط الدوز بتاعتي، فالدواء ما يتحولش لتوكسيك بالريسايكل اللي هتحصل اللي انا ما كنتش عامل حسابها في الاول، تمام كده. يبقى زي ما قلنا ان الانتيروهيباتيك سيركليشن، بقى نرجع نتكلم هنا بقى في السلايد بتاعنا دي، ان هي عباره عن اتنين عناوين فرعيه معانا. اول حاجه الديفينيشن، هنتكلم في الديفينيشن ان زي ما شفنا الصوره قبل كده ان هي عباره عن سيركليشن اوف بايلوري اسيدز او بيلوروبين او دراجز، وانا اللي يهمني هنا ايه الدراجز او اذر سبستنس، بتروح من الليفر لايه للباي، وبعد كده فولد باي ايه، بان هي تدخل السمول انتستين بيحصل لها ابسوربشن، تمام، وترجع ترانسبورت تاني تو الليفر. الانتيروهيباتيك ريسايكلينج دي بتعتمد على ثلاث حاجات. اول حاجه ان الدوزج فورم، تمام، بتاع الدراج، بتعتمد على ثلاث حاجات، الدوزج فورم بتاع الدراج، و الاكستنت كميه الدراج اللي هتطلع من الجسم من الليفر في الفيسز اللي هتخرج من الجسم، هتخرج من الجسم اهي كميتها قد ايه، وحاله الجول بلادر بتاعتي. الجول بلادر حالتها ايه؟ هل المريض الحاله بتاعته كويسه ولا في لا قدر الله مشاكل في الجول بلادر. يبقى لما انا اتسال مثلا كصيدلي ايه الحاجات اللي بتاثر لي على الانتيروهيباتيك ريسايكلينج، هبقى انا عارف ان هي ثلاث حاجات، دوزج فورم بتاعتي، والاكستنت بتاع الدراج اللي هتعدي في الفيسز، والجول بلادر ستيت. طيب تاني عنوان فرع هتكلم فيه هي مجموعه من النوتس كده، ان انا الجول بلادر تيست ده عشان خاطر اعمل تيست للفانكشن بتاع الجول بلادر، انا عندي عشان اقدر اشخص حاله الجول بلادر بتاع المريض في اوجيوك تيست، وده كان تيست قديم خلاص ما بيستخدمش، تمام. وكمان في المغنيسيوم صلفيت تيست، وثالث تيست هو الكوليسيستوكينين، تمام. يبقى دول ثلاثة تيست بستخدمهم عشان خاطر اعرف بيهم حالة الجول بلادر. طيب لو انا عايز مثلا لا قدر الله في مثلا جول ستون، يعني في حصوات في المرارة، وانا محتاج ان انا استخدم ادوية عشان خاطر ادوب الحصوات دي، ايه الادوية؟ اشهر ادوية انا بستخدمها هي حاجتين، السي دي سي اي واللي هو الكينو دايوكسي كوليك، او اليو دي سي اي وهي الاورسي دايوكسي كوليك. يبقى الانتيرو هيباتيك موضوع صغير جدا بسيط ما فيهوش مشكله خالص، انا اهم حاجه ابقى عارف ايه الحاجات اللي بتاثر لي على الانتيرو هيباتيك ريسايكلينج، وان اول حاجه الدوزج فورم بتاع الدراج، الاكستنت بتاع الدراج اللي باظت في الفيسز، والجول بلادر ستيت يعني حاله الجول بلادر، وقلنا كمان ان عشان خاطر اعمل دايجنوزز للفانكشن بتاع الجول بلادر بستخدم ثلاثه تيستس، يا اما الايجيوك، وقلنا دي حاجه قديمه خلاص ما حدش بيستخدمها، يعني مش من الحاجات اللي هي، بس يعني احنا نبقى عارفين التست، وتاني حاجه الكوليسيستوكينين، وتالت حاجه المغنيسيوم صلفيت، تمام. طيب لو في حد عنده لا قدر الله حصوات في المراره، ايه الادويه، اشهر ادويه انا بستخدمها، او ايه الادويه اللي انا بستخدمها عشان ادوب الحصوات دي؟ دوايين السي دي سي اي اللي هو معروف، اللي هو اسمه
الكينو ديوكسي كوليك، يا اما الاورثو ديوكسي كوليك وهو ايه اليو دي سي. طيب احنا كده يا جماعه اتكلمنا في اربع امراض بتوع الجي اي تي. اول مرض الجيرد، عرفنا الديفينيشن بتاعه، عرفنا السيمتومز بتاعته، عرفنا الأدوية اللي بتعمل نفس السيمتومز بتاعته، وعرفنا الريجليشن اوف جاستريك فانكشن، عرفنا الثلاث مراحل السيفاليك والجاستريك والانتستينال فيز، وعرفنا في التريتمنت عرفنا البروتون بامب انهيبيتورز ان دي الفيرست لاين، وعرفنا الاتش 2 بلوكرز، وعرفنا ان دي السكند لاين، وعرفنا ايه الانتاسيد وان دي بتستخدم في البريك ثرو، وان هي ايه بتستخدم كنيوتراليزيشن للاسيديتي، او ان هي كمان وان هي كمان موست رابيد ريليف للاسيديتي. عرفنا انواعها، عرفنا الادفيرس رياكشنز، وعرفنا الدراج رياكشنز انتراكشنز. تاني مرض اتكلمنا بيبتيك ألسر، قلنا انواع ان هو ديودينال جاستريك ألسر، وعرفنا التريتمنت بتاع الديودينال ألسر ان هي ايه تستخدم في البروتون بامب انهيبيتورز واتنين انتي بايوتكس، يعني البروتون بامب انهيبيتورز واتنين انتي بايوتكس مع البيزمس سبسالسيليت. وعرفنا ان 20 ملي جرام من الاوميبرازول ايكوفالنت لايه ل 40 ملي من من البانتوبرازول. طيب ايه التريتمنت بتاع الجاستريك ألسرايتس؟ الجاستريك اسيد الجاستريك ألسر عفوا، ان هي اول حاجه البروتون بامب انهيبيتورز دي فيرست لاين، الاتش 2 بلوكرز دي سكند لاين، والميزوبروستول دي ثيرد لاين، وان هو بيشتغل از بروستاجلاند انالوج، بيستخدم للتريتمنت والبريفنت الجاستريك ألسر، وان هو ايه كونترا انديكيتد في الحمل. ثالث مرض اتكلمنا عنه الانفلاماتوري باول ديزيز، وقلنا الانفلاماتوري باول ديزيز ده السيمبتومز المشهوره بتاعته ايه؟ الدايريا، الفاتيج، الفيفر، الابدومينال بين، الكرامبنج، البلاد في الستول، الريدوسد الابيتايت، والان انتندد ويت لوس. عرفنا ايه العلاج بتاعه بصفه عامه، هو بدي ميثلامين يا اما انما في حاله البرونكايتس البروكتايتس عفوا بدي كانما، يا اما بدي اورال في حاله الكرونز. في الحالتين بقى ما ينفعش بدي كورتيزون، ما ينفعش بدي انفليكسيماب. عشان نتكلم عن الامينو سلسليت اللي هي الميثلامين والسلفاسالازين، ده اول دراج بستخدمه في حاله ايه الانفلاماتوري باول ديزيز. وقلنا ان هو ايه ان السلفاسالازين عرفنا ان هي انتي انفلاماتوري واميوني ايه سبرس، وقلنا ان السلفاسالازين بيعالج مرض تاني اسمه الميلينا، وان الميثلامين ده بيستخدم كتريتمنت ومينتيننس. قلنا ان الكورتيزون بيستخدم في الحالات الفلير اونلي، ما بنستخدموش كمينتيننس، وعشان اتفادى الاوستيوبروسيس اللي بيحصل فيه بدي كالسيوم. وان الانفليكسيماب برضو ممكن استخدمه في حاله الروماتويد ارثرايتس. ليه؟ لان هو انتي انفلاماتوري كويس جدا، بس مشكلته ان هو ممكن ايه يزود الريسك اوف انفكشنز في حالات مثلا ليتنت تي بي، وان هو بدي كاي في، وان هو بعد استخدامه ممكن يحصل فيفر اند تشيلز. رابع موضوع اتكلمنا فيه هو الانتيرو هيباتيك، وقلنا ان الانتيرو هيباتيك هنا بيعتمد الريسايكلينج بتاعه بيعتمد على ثلاث حاجات: الدوزج اوف ذا دراج، والاكستنت بتاع الدراج بازد في الفيسس، وقلنا ان ايه ثالث حاجه ايه الجول بلاد ريستين. طيب قلنا ان في ثلاثة تيستس بستخدمهم عشان دايجنوزيس بيربس، يعني عشان اقدر اشخص المريض اذا كان الجول بلادر بتاعته كويسه ولا لا. اول حاجه الايجيوك، وتاني حاجه الكولوسيستوكينين، وايه والمغنيسيوم صلفيت. وقلنا عشان ادوب الجولستون بعمل ايه؟ ها بدي دوايين، بدي الكينو دايوكسي كوليك والاورثو دايوكسي كوليك. كده احنا اول اربع موضوعات دول تمام لميناهم كويس جدا، عرفنا اهم نقط فيهم، رجعناهم اكتر من مره، باذن الله نبقى ايه كده خلاص إيه لميناهم كويس قوي. حضرتك طالع من المحاضره باذن الله شارب الموضوع، مفيش اي مشكله فيه. خامس موضوع برضو هنتكلم فيه هو الكومبليكيشنز اوف ليفر ديزيز. الموضوع هنا برضو هنتكلم عنه باختصار، الموضوع طبعا يعني اكبر من كده، بس احنا هنحاول نجمع اهم نقط فيه. اول هنتكلم في ثلاث عناوين فرعيه هنا. اول حاجه الاسايتس. اسايتس يعني ايه؟ يعني استسقاء. يعني ايه؟ يعني ميه بتتخزن في الجسم نتيجه مشاكل في الكبد. كومبليكيشنز يعني مضاعفات حاصله في الكبد. طب ايه الحل؟ الحل اول حاجه ان انا هقلل الصوديوم، هقلل استخدام الصوديوم. ليه؟ لان الصوديوم معروف ان هو من الحاجات اللي بتحبس الميه في الجسم، بلس ان انا هدي فلوزامايد او سبايرينولاكتون. طب ليه؟ لان الحاجات دي بتعمل ايه؟ تطلع المية من الجسم. أنا هدي حاجة دايرتك، يعني حاجة مدرة للبول، يعني حاجة تطلع المية اللي محبوسة في الجسم. يبقى أنا الأسايتس أول حاجة هعمل إيه؟
هوقف استخدام الصوديوم، هقلل الحاجات اللي بتحبس الميه في الجسم. تاني حاجه هدور على حاجه تطلع لي الميه دي من الجسم، فلوزاميد او سبيرينولاكتون، حاجه دايريتك. يبقى احنا كده فهمنا الاسايتس اهو ان هنعمل ايه في العلاج بتاعه. طب الهيباتيك انسيفالوباثي في الحاله دي هو عباره عن في مشاكل في الكبد، تمام؟ فالمشاكل في الكبد دي ممكن بيحصل ان في امونيا، يعني نتيجه المشاكل في الكبد انه في الميتابوليزم بتاع الاكل والكلام ده بتتكون مثلا عندي امونيا، فالمفروض ان الامونيا دي لو هي زادت بكميه زياده عن كميه محدده تبتدي تمشي في الدم، تبتدي تطلع على البرين، فلو طلعت للمخ البرين ايه اللي هيحصل؟ هيحصل كوما، الانسان هيغمى عليه. فانا عايز امنع المشكله دي. يبقى اول حاجه الهيباتيك انسيفالوباثي هو عباره عن ايه؟ عن altered mental status and progress to coma of untreated. يعني عباره عن تغير في المخ نفسه، مشاكل في المخ بتحصل، ممكن تحصل نتيجتها كوما يعني اغماء لو ما اتعالجتش. طيب انا اعالجها ازاي؟ احنا زي ما فهمنا ان هي مشكله في الكبد بتخلي في امونيا موجوده في الجسم، الامونيا دي ممكن تمشي تروح للبرين، تمشي مع الدم تروح للبرين. طب انا ايه العلاج؟ العلاج ان انا اوقف الامونيا. فانا بدي في الحاله دي حاجه اسمها لاكتيلوز، واللاكتيلوز فايدته هنا ان هو بيعمل اسيديفيكيشن للقولون، يعني بيخلي البي اتش بتاعته اسيديك، وبالتالي بتمنع الابزوربشن بتاع الامونيا. يبقى الامونيا بدل ما كانت هي امونيا كده وانا عملت هروح اعمل اسيديفيكيشن فبتتحول لامونيوم ايون، فبالتالي لما بيحصل لها ريدكشن، لما انا بعمل ريدكشن للبي اتش يعني بعمل اسيديفيكيشن يعني بقلل البي اتش، يبقى الامونيا هتتحول لامونيوم وبالتالي مش هينفع تمشي في الدم. لما بتبقى في صوره الامونيوم ايون مش هتمشي في الدم، وبالتالي انا منعت وصولها للبرين، وبالتالي انا حليت المشكله دي. يبقى الموضوع بتاع الهيباتيك انسيفالوباثي موضوع بسيط جدا، ما فيهوش اي مشكله، عباره عن مشكله بتحصل في المخ ممكن تتطور بيحصل كوما يعني اغماء، وده نتيجه وصول الامونيا للبرين، وعشان خاطر انا منعها بعمل ايه؟ بعمل اسيديفيكيشن للقولون عن طريق اللاكتيلوز، وبالتالي الامونيا بتتحول لامونيوم ايون وبالتالي ما بتمشيش في الدم. موضوع بسيط جدا. في نقطتين صغيرين نبقى عارفينهم هنا، انه في حاجه اسمها باثولوجيكال توكسيسيتي للليفر. يعني ايه؟ يعني مشاكل زي سميه كده بتحصل في الليفر. طب زي ايه مثلا؟ اديني مثال عليها. زي ان بيحصل نيكروزيس يعني نخر في الهيباتيتك في الهيباتيك في الليفر، نخر في الكبد، ومن اشهر الحاجات اللي بتحصل بسببها الهيباتيك نيكروزيس او هو السبب بتاعها يعني بمعنى اصح هو الاسيتامين أمينوفين، اللي هو ايه؟ البنادول الباراسيتامول، دول بيعملوا حاجه اسمها هيباتيك نيكروزيس. طبعا في الجرعات الكبيره ممكن تعمل مشاكل في الكبد زي ما قلنا كده. لو حد عنده مريض كبد ما بنديلوش الاسيتوم امينوفين، لو يعني فاضيه كل الحدود يعني بلاش ناخده.